مباشرة نلتقي مع اللجنة المنظمة لمهرجان العوامرة للثقافة والفنون والتواصل في دورته الثانية. في البداية أستاذ محمد زيطان اللي غيتكلمنا على السياق يعني اللي جا في هذا المهرجان يعني ديال العوامرة للزجل اللي في الدورة الثانية، يعني شنو هو السياق ديال هذا المهرجان؟ مرحبا بمجردة العرائش أنفو معنا هنا في جامعة العوامرة، وشكرا لي على هذه المبادرة والتغطية الإعلامية التي لا تبخل علينا بها منذ زمن، ونحن نعرفها أنها تواكب جميع المهرجانات التي تقام في إقليم العرائش. بالنسبة لجامعة العوامرة أو الملتقى العوامرة الثاني للزجل في دورته الثانية، جاء في منذ تأسيس الجمعية في 2016. درنا الملتقى الأول كان هنا بجامعة العوامرة، أيضا الملتقى الأول، والملتقى الثاني حمل دورة الزجل أحمد حمانو والزجل العصامي أحمد حمانو، ويهدف هذا للتعريف بالموروث الثقافي لمنطقة العوامرة أو التراث اللامادي لمنطقة العوامرة، والتعريف أيضا بالزجالين والشعراء والكتاب ديال جماعة العوامرة. نعلم أن جماعة ديال العوامرة بلاد فلاحية معروفة عليها الفلاحة، ولكن هذه الجمعية تحمل على عاتقها أنها تبرز الطاقة الإبداعية المتواجدة بجماعة العوامرة. كانوا من الرواد أو السباقين في المجال الإبداعي، أو من الشباب البحث عن الخلف لهذا الرواد ديال الأدب أو الثقافة بصفة عامة هنا بجماعة العوامرة. وهذا بالنسبة للمشاركين، نعم، يأتي هذا الملتقي في إطار أنشطة الجمعية الثقافية والفنية. يعني احنا دايرين مسطر واحد البرنامج عام ديال الجمعية السنوي، ومن بين هذا الملتقى بالنسبة للمشاركين عندنا مشاركين من مختلف أنحاء المملكة المغربية. يعني عندنا مدينة برشيد، دار البيضاء، قنيطرة، سلا، الرباط، تيفلت، مكناس، سطات، العرائش، العوامرة، ومدينة قصر كبير. نعم، وأبرز المشاركين يعني الزجالين أبرز المشاركين كلهم عندنا أسماء المشاركين اللي في هذا. كاينة مشاركة ديال الرئيس السابق ديال الاتحاد المغربي للزجل الأستاذ محمد مومر، الأستاذة فاتحة المير، حميدة بالبالي، فايزة حمادي، تريس المريني، عليا خالف، قاسم البريني، بوعزة الصنعاوي، سميرة جودي، عبد الحميد مومن من القصر، دريس جبيلو من العوامرة، بالإضافة المكرمة السيدة أحمد حمد. وبالنسبة للتكريم ديال عندنا هدف اليوم الأول تشارك فرق موسيقية محلية تهتم بالتراث المحلي الشعبي ديال العوامرة، وهي تسمى مجموعة عز العرب للتراث الشعبي بالعوامرة، ونحن أيضا نهدف إلى إبراز هذه المجموعة أيضا في منطقة العوامرة، إضافة إلى مجموعة الشعاع التي متواجدة بمدينة عرائش التي داعى صيتها في الوطن، وفيها عنصر من جماعة ديال العوامرة هو الحبيب الشعاع. وهناك في المصاحبة الفنية مولاي أحمد إدريس الطبري الذي سيرافق الشعراء. أما بالنسبة لليوم التالي فهناك تكون ندوة بعنوان الزجل المغربي وأسئلة التحول، سيسيرها الأستاذ محمد أكرم الغرباوي، ومن تأطير الدكتور عرسلان دخان والدكتور أنس أمين والأستاذ حميدة بالبالي، ثم الأستاذ ميلودي الواردي. سيعرفوا هذا الحفل أو هذا الملتقى أيضا توقيع ديوان حروف الصبر الجديد ديال الأستاذ أحمد الحماني، والتقديم ديال هذا الملتقى سيكون من تقديم الأستاذ
والمنشط جعفر الوراقي هذا منشط على الصعيد الوطني. نعم، إذا أبرز احتفالية هو تكريم الشاعر والزجال أحمد حمانو شاعر الأرض اللي نعم. لأول مرة يعني كيحضر تكريم نعم. لجامعة العمرة نعم. يعني شنو يمكن تقولنا على هذا التكريم؟ أنتم يعني واكبتوا التجربة الزجالية منذ البداية. بالنسبة للسي أحمد حمانو هو أبرز عنصر هنا في جامعة ديال العوامرة، إضافة للسي إبراهيم الرامي، السي عمران السريتي، دريج بيلو، مختار بن طغا، هادو كلهم شعراء وزجالين المنطقة، بالإضافة لزجالين شباب. هناك شعراء يكتبون في فصح مثل العدل العربي، هناك شباب كثيرين في منطقة العوامرة وطاقة يمارسون الزجال، يكتبون الزجال، يبدعون في المجال الفني كالمسرح والسينما. ونترك كلمة الأستاذ إبراهيم الرامي ليتم الأستاذ الرامي كذلك يعني رئيس الجمعية ديال نعم كله كذلك وكب يعني تجربة الزجال أحمد حمانو. يمكن قلنا كلمة يعني في بموسى يعني هاد وانتم كتكرموا الجمعية كتكرم أحد أعضائها، وكذلك الزجال يعني يعتبر من خيرة الزجالين اللي جاتهم العوامرة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جمعية العوامرة للثقافة والفنون والتواصل كنبغي نشكر جريدة لاراش أنفو على حضورها وعلى التغطية الصحفية للمهرجان ديالنا المرتقب إن شاء الله يومي السبت والأحد هنا بجماعة العوامرة. وكما تفضل صديقي رئيس الجمعية وأعطاكم برنامج الكامل، وكذلك الزجالين الذين سيؤتتون هذا الفضاء الذي نحن فيه الآن، وسيقدمون لساكنة العوامرة يعني أزجال، لأن اخترنا هذه السنة يعني واحد نخبة من الزجالين والزجالات، والهدف من هذا هو كله باش أننا كدعم ومساندة الصديق ديالنا ورفيق دربي هو سي أحمد حمانو بعد يعني إصداره الجديد ديوان زجالي تحت عنوان حروف الصبرة. وللتذكير فقط تفتح قوسين أن كنا في مدينة مكناس عبر إذاعة راديو مدينة، وكنا قدمنا على المباشر في برنامج مقامات، قدمنا يعني حلقة خاصة بمسار الزجالي للسيد أحمد حمانو، وكان برفقتنا يعني ناقد من مدينة القصر الكبير وهو صديقنا ميلودي الواردي الذي رافقنا، وكذلك من مدينة مكناس كانت معنا الزجالة والشاعرة الأخت سميرة الجودي التي تحدث عن مسار الزجال أحمد حمانو. فالزجال أحمد حمانو هو زجال، وإن يقول صديقي وهو عصامي، لأن الزجل ليست يعني فيه عصامية، وهو كيف لا، الزجل هو نابع يعني يتحدث بلغته بلغة الأرض، يتحدث يعني يتميز هو بتلك يعني بحال نقول واحد الشاعر ابن بيئته، لأن دائما نقول أحمد حمانو في أزجاله كتشم من خلالها رائحة التراب، رائحة الأرض، نظرا لعلاقته الوطيدة مع الفلاحة مع الأرض، وهو كفالة وهو ابن هذه المدينة ومعروف في منطقة كاملة بل في إقليم. وأنا رافقت السي أحمد حمانو منذ بدايته يعني منذ مساره على مدى سنوات، وكنا ننشط كثيرا بمدينة العرائش التي نكن لها التقدير، لأن مدينة العرائش لا ننسى أننا ولله الحمد اشتغلنا فيها على مدى سنوات من خلال جمعية للزجال، ومن خلال كذلك بعض الجمعيات الأخرى، وهناك أصدقاء نكلهم التقدير والاحترام، كنا نشتغل إلى بجانبهم على مدى سنوات. ولكن ما يعاب علينا من طرف الساكنة من خلال ما كنا ننشره عبر صفحاتنا في التواصل الاجتماعي، ما كنا ننشره يعني من صور ومن تغطية الملتقيات، كانوا يقولون على أنكم أنتم من أبناء هذه القرية، قرية العوامرة، ولكن أننا غالبا ما نراكم، تشرطنا إما في مدينتي القصر الكبير والعرائش، ولكن أين العوامرة من الثقافة؟
لهذا احنا كنا قررنا قبل 3 سنوات او اكثر من انشاء هذه الجمعيه, جمعيه العوامره يعني للثقافه والفنون والتواصل. ولهذا الاساس اسسنا هذه الجمعيه, اولا لاكتشاف المواهب هنا داخل الجماعه, وللذكر فان جماعه بان دار الشباب للعوامره من انشط دور الشباب على الصعيد الاقليمي, اقولها من انشط دور الشباب من ناحيه ما تقدمه لشهاده الشباب المتعطش للفنون على الصعيد يعني الفنون والشعر وكل شيء. ولله الحمد مع اللجنة المنظمة غادي نواصلوا يعني فيما يخص كان كلمة السويطة نشكروا جميع المساعدين. قبل ما نسالي وباقي كنضيئوا يعني يعني الفعاليات ديال المهرجان بالإضافة إلى الجانب التكريم, هناك جانب الفني وبالأك عرفوا ارتباط كذلك أغنية الجيل بالأخص بالزجل, وانتم يعني أحد رواد يعني ديال أغنية الجيل اللي يمكن تضيفوا يعني كيفاش جاهد الاختيارات الفنية, المعايير ديال الاختيارات الفنيه وبخاصة مشاركه فرقه الشعاع وكذلك فرقه تراث مجموعه عز العرب لتراث الشعب. نعم نعطيو الكلمه هناك كلمه اللي بالنسبه للاختيارات الموسيقيه ركزنا على مجموعات محليه او اقليميه تهتم بالتراث المحلي للعوامره اولا, ثم تنشط على المستوى الظاهره الغوانيه مثل الشعاع. وبالنسبه لنا المرافقه الموسيقيه للشعراء اتينا بفنان كبير وله صيت في المجال الفني المرافقه الشعريه على المستوى الوطني, الفنان مولاي احمد الادريسي الطبري. بالاضافه نزيد نضيف المدعمين ولا المشاركين معنا في هذا الملتقى. اولا نشكر جمعيه اتحاد المجتمع المدني بدوار حمنا بإقليم العرائش, جمعية شباب العوامرة لألعاب القوى برئاسة السيد محمد حسيكا, تنسيقية جمعية جماعتي العوامرة الزوادة برئاسة الأستاذة ملكة المساوي, وجمعية سميد المال للتنمية والتعاون والنقل المدرسي برئاسة السيد حميد الروشتي المعروف هنا في العوامرة بالرويشق بالحاج حميد الرويشق. نشكر ايضا مديريه وزاره الثقافه والاتصال بالعرائش التي يديرها الاستاذ احمد اشرقي والاستاذ حميد الزهري مدير مديريه وزاره الشباب والرياضه بالعرائش, اضافه الى الجرائد المواكبه لهذا المهرجان منها جريده صوت العداله والتي يمثلها محمد زيطان كمراسل لها في شمال المملكه, ثم جريدة أنفو برئاسة الأستاذ عبد الكبير الصبيطي, وجريدة لاراش نيوز, وجريدة ليكسوس بريس برئاسة الأستاذ هشام الشكدالي. ولا يفوتنا نشكر جميع الشعراء الذين سيشاركوننا في هذا المهرجان. نضيف النقطة اللي اسمح لي نشكر عندنا لجنة كنت نستشير معها وهي اللجنة العلمية أو اللجنة الأدبية اللي تتكون من الأستاذ ميلودي الواردي, الأستاذ أكرم الغرباوي, ثم الأستاذ عبد السلام دخان. هادو كنا نستشير معه كثيرا في مجال البرمجة وفي مجال ديال المواضيع ديال الملتقى. وشكرا لكم. يعني قبل من نختموا نقولوا رساله اخيره نتوجه لابراهيم, يعني انا كعرفوا خبير في اغنيه ديال يعني ديال الجيل والعلاقه ديالها بالزجل, يمكن اضاءه يعني بالنسبه لهالجانب هذا. كاضاءه انا كما يعرف الجميع وكما ألقب ولو ان هذا الاسم كبير جدا بالزجال الغواني, لانني كما تعرفون من عشاق الظاهره الغوانيه ومنذ السبعينات وأنا أتابع المجموعات الغنائية في المغرب ونحفظ كثير من الأغاني, ولهذا أنني علاقة وطيدة بجميع المجموعات الغنائية لأصدقاء في مجموعات كبيرة من المشاهد نصر إيوان, من مجموعات يعني مدى امتداد التراب الوطني, وأصدقائي كذلك أوجه لهم التحية في مجموعة السهام.
وعندنا في مدينة العرائش كذلك ما شاء الله مجموعات رائدة جدا يعني واكبت هذه الظاهرة أغنية الجيل منذ قديم، فمنهم من يكتب يعني الزجل أو أغنية الجيل يعني بطريقة جيدة جدا، ومجموعات يعني كمجموعة أصداء، مجموعة الشعاع، مجموعة السلام. وماذا أقول لك، احنا اخترنا هذه السنة مجموعة الشعاع لأن مجموعة الشعاع لديها يعني عنصر ألا وهو الحبيب الجارح الذي لديها ذلك الصوت الذي يذكرنا بالمرحوم العربي باطمة، وإن شاء الله غادي يكون لنا لقاء مع هذه المجموعة الرائدة. وكما تعرفون أن الزجل له علاقة وطيدة بالمجموعات لأن المجموعات الغنائية كلها راه يعني الكلام ديالها كله راه هو زجل، لأن العربي باطمة الله يرحمه الزجال، والسي محمد باطمة الزجال، والشاذلي الزجال، والدرهم الزجال، واللائحة طويلة، هم يزجلون ويغنون. ونحن كذلك من خلال أغنة الجيل لهذا الزجال اللي غايتهم على الفضاء، فهم يعني اختيناهم من بغينا نقولوا من مدارس مختلفة أو اتجاهات مختلفة، فعندنا هنا زجال من يعني له زجل كما نقولوا يعني الزجل الحداثي بمعنى هذا الكلام، يعني الزجل الحداثي، ومنهم لهم أزجال يعني صاخرة وصوت زيتان بريس وكذلك عريش أنفو. نقول لكم يعني ما دار في هذا اللقاء الصحفي، كنحيوا العمراني، كنحيوا كذلك الاخوان كاملين البشرى والاخوان كاملين اللي هو كيتبعوا معنا اللي كيتفاعلوا مع هذا اللقاء. وفي رساله اخيره موجهه الى جمهور بالنسبه عفوا الفضاءات اللي حصلنا هذا الفضاء. بالنسبه للفضاء احنا جينا لان مازال ما شكرتش الجمعيه دوامره، فهذه انا غادي نذكر ان الفضاء هذا الفضاء الجميل ديال القاعه ديال الاجتماعات ديال العوامره منحنت لنا الجامعه برئاسه الدكتور مصطفى فريحه، وهي تحسنت كثيرا على ما كانت عليه من قبل. وهذه احنا بالنسبه يعني تم تجهيزها بكراسي كذلك يعني بحديثه نشكر الجماعه كثيرا على هذه اعطانا هذا الفضاء لنقيم فيه هذا الملتقى الشعري السجلي، ونشكر كل اعضاء.